توصي اللجنة بتوافق جميع أعضائها والحاضرين بالموافقة على برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022 إلى 2022 المعدل المتوافق عليه مع الحكومة الموقرة وفقا للنسخة المستلمة بتاريخ 24 يناير 2019. إذا يعتبر قانونا موافق. موافق نعم. معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب. موافقة وبشدة لأنها الأغلبية موافقة. الأغلبية موافقة. موافق موافقة. أغلبية موافقة. فمن اليوم راح يبدأ شغلكم واستخدامكم لأدواتكم الدستورية. وبهالمناسبة أنا أحب أني